وكثير من الشكاوى ترد على الفاتورة طبعا والجباية. مخرجات الاجتماع اليوم طبعا أكيد استجابة لطلبات ضمن برنامجنا الحكومي بتوجيهات دولة رئيس الوزراء بالوقوف الميداني على زيارة الناس، الاطلاع على مشاكلهم ومعاناتهم. اليوم احنا جينا لمحافظة البصرة لمقابلة ناسنا وهن متابعة المشاريع، متابعة الإنجازات، وأيضا اطلعنا والتقينا بعدد من الأخوة المتظاهرين لمناقشة آلية تفعيل الجباية وارتفاع بعض القوائم الكهربائية. التقينا مع المعنيين بالمبيعات، اطلعنا على واقع الحال، واعطينا بعض التوجيهات اللي من شأنها تعالج هذه المشاكل. أوعزنا بتشكيل لجنة لتدقيق هذه القوائم وإعطاء رؤية واضحة للوزارة. احتاجوا الإخوان بعض الدعم في مجالات لتنشيط العمل، وجهنا على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة. أكيد إحنا نطمن الناس إنه إحنا جاي نعمل وفق رؤية صحيحة. موضوع الجباية موضوع مهم، المواطن أكيد شريك مهم وأساسي في إنجاح تجهيز الطاقة الكهربائية للناس. نحتاج دعمه، نحتاج التعاون ويانا. خلي يكون المواطن مطمئن إنه إحنا ما نسمح لأي تجاوز على حقوقه. الدولة شعارها ما تتنفع على المواطن من خلال الضريبة وغيرها. الموضوع هو عبارة عن موضوع فواتير لطاقة مجهزة للمناطق. إذا وجهنا في حال وجود مغالات في مناطق معينة أو عزنا بالتدقيق الفوري إن شاء الله الموضوع تعالج. سبب الارتفاع هاي الفترة والشكاوى؟ القوائم تصدر تباعا يعني كل شهرين، فإحنا الآن في موسم صدور قوائم شهر السابع والثامن. مثل ما تعرفون شهر السابع والثامن هو أعلى معدلات تجهيز للمحافظات، خاصة المنطقة الجنوبية، خاصة محافظة البصرة. شخصنا بعض المناطق بها خلل، وجهنا بمعالجتها على الفور. إن شاء الله نطمن المواطنين، هي موضوع يعني مسيطر عليه وإن شاء الله يتعالج بشكل سريع.